السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أولا كل عام وانتم بخير. بالنسبة العيد، خلاص احنا نعتبر خلاص كده العيد، طلعنا منه ودخلنا على امتحانات ودخلنا على الشغل، فأتمنى الناس تكون موجودة وحاضرة معايا. طيب احنا كنا خلصنا شغلنا العملي مع بعض في الموديولات بالكامل، أساسيات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والتعاون عبر الإنترنت والوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ كبداية كده في جزء نظري، هنتكلم مع بعض شوية في جزء نظري عن أساسيات الكمبيوتر. هناخد جزء النهاردة وجزء المحاضرة اللي جاية، وفي جزء نظري معانا يعني حوالي البرزنتيشن ده حوالي 286 شريحة هنشتغل عليهم. يعني ده ملخص للجزء العملي، ملخص للجزء العملي بتاعنا. وإن شاء الله بعد ما نخلص شرح الجزء النظري ده هندخل مع بعض على حلول الاختبارات الدولية بإذن الله، زي ما وعدتكم، سواء كان في الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3، الثلاثة هنحل الاختبارات الدولية الخاصة بي. طيب نبدأ بدايتنا مع بعض. زي ما اتكلمنا وزي ما قلنا ان احنا هنبدأ في الاول في اساسيات الكمبيوتر مع بعض. عشان ما نطولش على الناس، لما جينا اتكلمنا على محتويات الاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر، الاي سي دي ال والاي سي 3، لما جينا اتكلمنا على محتويات الاي سي دي ال او الاي سي 3 قلنا ان احنا بناخد مع بعض اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، الوورد، الباوربوينت، اكسل، الاكسس، الاوتلوك. ده بالنسبه للاي سي 3. الاي سي دي ال نفس الموديولات بس زاد عليهم اللي هو الامن السيبراني. يعني الامن السيبراني هي ماده زياده هتلاقيها في الاي سي دي ال مش هتلاقيها في الاي سي 3. قلنا ان الاي سي 3 هي اوسع واشمل من الاي سي دي ال. الاي سي 3 اوسع واشمل من الاي سي دي ال. طيب الاي سي دي ال تيتشر برضو بتدرس نفس المحتويات، هي بس في شويه مواد زياده عليها اللي هي خاصه بالمعلم، بتدرس فيها اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، تكنولوجيا المعلومات للمعلم، امن المعلومات او الامن الرقمي للمعلم، التعاون عبر الانترنت او المشاركه عبر الانترنت، وبرامج الاوفيس اللي هو الوورد، الباوربوينت، الاكسس، اكسل، اوتلوك، والطباعه وادخال البيانات. دي المواد اللي انت بتاخدها فين؟ في الاي سي دي ال تيتشر، بس ما عدا الاكسس. الاكسس اتلغى من الاي سي دي ال ومن الاي سي دي ال تيتشر ومن الاي سي 3. الاكسس احنا بنديه زياده للناس عشان تتعلم منه. طيب لو جينا مشينا بالترتيب، اي سي دي ال، بعد كده اي سي 3، بعد كده الموس او الام او اس. يعني الاول الاي سي دي ال بندرس الاساسيات، الاي سي 3 بتاخد الحاجات دي بتوسع اكتر، الموس بقى حاجه احترافيه بس الموس خاصه بشركه مايكروسوفت، تدرس فيها البرامج الخاصه بشركه مايكروسوفت اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس والاوتلوك. طيب التحول الرقمي، التحول الرقمي في خمسة اختياري وخمسة اجباري. معلش لحظة كده اعمل حاجة بس. زي ما اتكلمنا التحول الرقمي بتاخد فيها خمس مواد اجباري وخمس مواد اختياري. الخمس مواد الاجباري بتاخد اساسيات الكمبيوتر اللي هو باللون الازرق اللي هو اساسيات الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، الوورد، اكسل، الباوربوينت. طيب الخمسة التانيين بتختار منهم اتنين، الاكسس، فوتوشوب، موبايل ابلكيشن اللي هو تطبيقات الهاتف،
نتوركس او الشبكات، الويب بابليشنج اللي هو النشر والتعديل عبر الانترنت. اسهلهم اول ثلاثه اللي هو الاكسس والفوتوشوب والموبايل ابلكيشن. تمام. طيب جينا اتكلمنا في الاول عن الاي سي دي ال. ريبيا هي اختصاره انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس، هي الرخصه الدوليه لقياده الحاسب الالي. الشركه شركه ريبيا، مقر الشركه في القاهره وليها مقر تاني في الامارات وليها مقر في السعوديه. طيب الجهه اللي بتطلع لي الشهادات اسمها ايه؟ اسمها الاي سي دي ال اللي هو اوروبيان كمبيوتر درايفنج لايسنس، الرخصه الاوروبيه لقياده الحاسب الالي. دي المؤسسه او المنظمه اللي بتطلع لي شهادات الاي سي دي ال. مقر المنظمه دي فين؟ ايرلندا. طيب لما اجي ادخل الاختبار الدولي في الاي سي دي ال، كل امتحان دولي عليه 36 سؤال، بيجيب لك 36 سؤال اختيار من متعدد ام سي كيو. طب ال 36 سؤال دي لمده كام دقيقه؟ لمده ساعه الا ربع اللي هو 45 دقيقه. الا الامن السيبراني، الامن السيبراني ماده نظريه، فبيجيب لك 45 او 50، يعني من 45 ل 50 سؤال. من 45 ل 50. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأمن السيبراني. من 45 ل 50 سؤال لمدة ساعة، لمدة ساعة. طيب بالنسبة للأي سي دي ال في منها إصدارين، إصدار قديم وإصدار حديث. يعني الإصدار القديم كنت بتمتحن أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الإنترنت، تكنولوجيا المعلومات، الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس. كنا بنمتحن كم مادة؟ كنا بنمتحن 7 مواد، كل مادة فيهم عليه 36 سؤال. يبقى كل مادة من المواد دي عليها 36 سؤال لمدة ساعة الا ربع. وكنت بتمتحن على ويندوز 7 واوفيس 2016 والاي اللي هو الانترنت اكسبلور اللي هو الاي المتصفح. دول اللي كنت بتمتحن عليهم في الاصدار القديم. الاصدار القديم دلوقتي اتلغى، الاصدار القديم اتلغى. انا على ايام لما امتحنت على الاصدار القديم. طيب الاصدار الحديث عمل ايه؟ ضم معاك اساسيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مع بعض، كمبيوتر مع تكنولوجيا المعلومات. الاصدار الحديث يعني اللي انت بتمتحنه دلوقتي، الاصدار الحديث يعني انت هتمتحن ده. اساسيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والانترنت التلاتة مع بعض عليهم 36 سؤال. يعني مش كل واحد فيهم 36، لا، التلاتة مع بعض 36 سؤال لمدة ساعة الا ربع. الامن السيبراني زي ما اتفقنا من 45 ل 50 سؤال لمدة ساعة. طيب في الاصدار الحديث كان الوورد، الباور، الاكسل، الاكسس، كل واحد فيهم عليه 36. جاء في الاصدار الحديث ضم الثلاثة مع بعض، وورد مع باوربوينت مع اكسل، الثلاثة مع بعض عليهم 36 سؤال لمدة 45 دقيقة. طيب بتمتحن على ويندوز 10 وعلى اوفيس 2016، وبرضو في نسخ بتمتحن انترنت اكسبلور بس دلوقتي اتلغت وبقت جوجل كروم. يعني مش بتمتحن انترنت اكسبلور، بتمتحن الجوجل كروم. طب نمسح ده مع بعض. ده بالنسبة للإصدار الحديث. الإصدار القديم ويندوز 7 أوفيس 2010 إنترنت إكسبلور، الإصدار الحديث ويندوز 10 أوفيس 2016 جوجل كروم. طيب الأي سي دي ال تيتشر هي تمتحن أساسيات الكمبيوتر والإنترنت والبريد الإلكتروني، تكنولوجيا المعلومات، الوورد، باوربوينت، إكسل، أمن المعلومات للمعلم أو الأمن الرقمي.
المشاركة عبر الإنترنت أو التعاون عبر الإنترنت، والطباعة وإدخال البيانات. يعني بتمتحن كام مادة؟ 9 مواد. طيب أنا واحد امتحنت الـ ICDL بس، عايز امتحن الـ ICDL Teacher، بتمتحن بس الـ3 مواد الزيادة اللي هما دول معاهم تكنولوجيا المعلومات، لأن دي تكنولوجيا المعلومات للمعلم. يعني بتمتحن أمن المعلومات للمعلم، والمشاركة عبر الإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات للمعلم، والطباعة وإدخال البيانات. دي الزيادة اللي أنت بتمتحنها. طيب تيجي في الـ IS 3، هي اختصارة إنترنت كومبيوتنج كور سيرتيفيكيشن. سيرتيفيكيشن اللي هو الـ IS 3، إنترنت كومبيوتنج كور سيرتيفيكيشن، هي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. الشركة الـ IS 3 هي سيرت وورد، شركة الـ IS 3 سيرت وورد، مقرها في القاهرة والإمارات والسعودية. نفس القصة، عدد الأسئلة لكل امتحان دولي 36 سؤال لمدة 45 دقيقة، والـ IS 3 ما فيهاش الأمن السيبراني. أهو إنترنت قلنا هي اختصارة انترنت كومبيوتنج كور سيرتيفيكيشن، الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. زي ما قلنا المختلف عنها ان هي شركة سيرت بورد، واللي هو مقرها فين؟ مقرها في القاهرة والإمارات والسعودية. طيب بامتحن ايه في الـ IS 3؟ بامتحن أساسيات الكمبيوتر، أساسيات الإنترنت، والوورد مع الباور مع الإكسل. دول الثلاثة اللي بامتحنهم من ساعة ما تم إصدار شهادة الـ IS 3. يبقى الكمبيوتر مع تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت لوحده، والوورد مع الباوربوينت مع الإكسل اللي فيه اختبار برضو لوحده. طيب الحاجة الثالثة اللي هي اسمها مايكروسوفت أوفيس سبيشاليست، متخصص مايكروسوفت اوفيس. بتمتحن فيها عن ايه بالظبط؟ اولا انت بتدرس الوورد، الباوربوينت، والاكسل، والاكسس، والاوتلوك. بتمتحن البرامج دي اللي فيها، يعني خاصه بس بحزمه مايكروسوفت اوفيس. طيب تبع شركه مايكروسوفت، شركه مايكروسوفت مقرها فين؟ مقرها في الولايات المتحده الامريكيه. طيب اللي هي اسمها الـ MOS، مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، بتنقسم الى 3 حاجات. 3 حاجات، ايه هما الثلاثة؟ اول حاجة، تعالوا كده نعمل مع بعض شريحة. ايه الثلاثة؟ بتنقسم الى سبيشاليست، سبيرت، وماستر. يعني شهادة الموز بتنقسم إلى 3. بتنقسم إلى 3. إيه هم الـ3؟ بتنقسم إيه؟ سبيشاليست اللي هو متخصص، ده المستوى الأول من الموز، وإكسبيرت اللي هو خبير، ده المستوى الثاني من الموز، والماستر اللي هو إن أنت حاصل على ماجستير في مايكروسوفت أوفيس، ده المستوى الثالث. ليفل الاول، ليفل الثاني، ليفل الثالث، يعني من الاصغر للاكبر، من الاسهل للاصعب. سبيشاليست اللي هو متخصص، سبيرت اللي هو خبير، وماستر اللي هو انت حاصل على ماجستير، بتعدي بالـ3 مراحل. طيب وقلنا البرامج اللي هي من الوورد والباور والاكسل والاكسس والاوتلوك. طيب انا عايز امتحن، حلو، انا عايز امتحن دلوقتي الوورد بس المستوى الماستر منه، اروح اقدم في مكان عنده شهادات الموس الدوليه، اقول له انا عايز امتحن الوورد بس الماستر، عايز امتحن الباوربوينت اللي هو الاكسبيرت، عايز امتحن الاكسل اللي هو السبيشاليست. يعني انت بتحدد الماده اللي عايز تمتحنها، وبتحدد كمان المستوى اللي عايز تمتحن فيه من المستويات دي. طيب لحد الان اتمنى ما يكونش في اي مشكله، حلو خالص لحد دلوقتي. ده بالنسبة للموس. طيب زي ما اتكلمنا على التحول الرقمي،
فهي في 5 مواد إجباري وخمس مواد اختياري. 5 مواد إجباري اللي هو أساسيات الكمبيوتر، أساسيات تكنولوجيا المعلومات، وورد، باوربوينت، وإكسل. أما الاختياري عندك 5 مواد اللي هو الأكسس والفوتوشوب والموبايل أبليكيشن اللي هو تطبيقات الهاتف، وإنترودكشن تو كمبيوتر نتورك اللي هو مقدمة إلى شبكات الحاسوب، والويب إديتنج أند ببلشنج اللي هو التحرير والنشر عبر الإنترنت. دول 5 مواد بتختار منهم مادتين بس، وبرضه نفس القصة 36 سؤال لمدة 45 دقيقة. طيب ده بالنسبة للشهادات الأيسيديل، أيسيديل تيتشر، S3، والموس، والFDTC اللي هو فاوندمنتال ديجيتال ترانسفورميشن سيرتيفيكيشن، شهادة أساسيات التحول الرقمي. بالنسبة للفرق ما بين الشهادات، قبل ما أدخل على الجزء اللي بعده، في أي مشكلة؟ الفروق ما بين الشهادات وصلت للناس ولا فيها أي مشكلة؟ طيب بالنسبة لشركة مايكروسوفت أو بالأخص برامج الأوفيس، بدأ إمتى؟ بدأ أول مرة ابتدى ينزل، نزل سنة 90 اللي هو 1990. نزل مني 3 تطبيقات بس اللي هو إيه؟ الوورد، باوربوينت، والإكسل. تمام؟ الوورد اللي هو كان اسمه 1.1، وورد 1.1 ده لنسخة 1.1. يعني انت عندك كان زمان في ويندوز 3، ويندوز 2، ويندوز 1، ويندوز 1.1. الـ3 تطبيقات نزلت مصممة لويندوز 3، مايكروسوفت وورد لويندوز 1.1، مايكروسوفت اكسل لويندوز 2، مايكروسوفت باوربوينت لويندوز 2. يعني حتى كمان الاوفيس او البرنامج مايكروسوفت اللي انا كنت بنزله كان بينزل مع نسخه، يعني الوورد ما كانش بيشتغل على ويندوز 2، كان بيشتغل على ويندوز 1.1. طيب بدا ازاي اصلا؟ مؤسس الشركه هو البيل جيتس اللي هو مؤسس شركه مايكروسوفت. طيب كان في معرض سنة 88، قرر ساعتها ان هو يعمل ايه؟ ان هو يطلق مايكروسوفت، يطلق حزمة مايكروسوفت. وصل للناس ان انا هبتدي بعد سنتين اطلق حزمة مايكروسوفت. فجي في سنة 88 في المعرض التجاري وقال ان هو هينزل بعد سنتين الاصدار الاول من اوفيس، وبالفعل نزلها. وبدأت امتى لو الناس تفتكر؟ بدأت سنة 90، 1990. هو أعلن عنها امتى؟ أعلن عنها 88. طيب بدأ طبعا ب أوفيس اللي هو مايكروسوفت وورد، بعد كده الإكسل، بعد كده الباوربوينت، بعد كده ابتدى يتطور لحد ما وصل ل 2003، 2007، 2010، 2013، 2016، 2019، 2022، ونزل حاليا اللي هو اوفيس 365. طيب ايه هي اصدارات الاوفيس؟ بدا 1990، بعد كده 92، 93، 94، 95، 97. بعد 97 ابتدى كل 3 سنين ينزل اصدار، 97، 2000، 2003، 2007، 2010، 13، 16، و19. طيب هل برامج الاوفيس بس وورد، باور، اكسل، اكسس، اوتلوك، ون نوت؟ لا، في برامج تانية. زي ايه؟ زي الفورم، زي الانفو باس،
زي التيمز، زي الشير بوينت والفيزو والبابليشر والبروجكت، وعندك حاجة اسمها الستريم، وعندك الجروف، وعندك الوان درايف والسكايبي واللانس والريموت والبلانر، وعندك سوي، وعندك اكستشينج سيرفر. دي كلها برامج لحزمة اوفيس. طيب تعالوا نعرف استخدام كل برنامج فيهم. الوورد اللي هو تحرير النصوص، وزي ما اتكلمنا بستخدمه اكتر في الكتابة، بستخدمه اكتر في الكتابة، سواء كان كتابة مجلدات، كتابة كتب، تقارير، دعوات، ابحاث علمية. اما الباوربوينت هو مجرد عرض تقديمي لشغل معين، اهو زي اللي انا عامله دلوقتي، انا عامل كده بريزنتيشن، انا عامل عرض تقديمي. حلو. طيب الاكسل، الجداول الالكترونيه اللي بستخدم في المعادلات، اللي هو بيكون عباره عن اعمده وصفوف وخلايا، بستخدمه لو عايز اعمل قواعد بيانات. طيب الاكسس، بعمل بيه قاعده بيانات، نفس استخدام الاكسل بس بطريقة مختلفة. طيب الاوتلوك اللي هو حاجة كده زي الجيميل، برسل بيه بريد الكتروني، برسل بيه بريد الكتروني. طيب الوان نوت اللي هو المفكرة، في حاجة اسمها النوت باد بتلاقوها في التلفون، المفكرة اللي بدون فيها الملاحظات بتاعتي. شركة مايكروسوفت انشأت برنامج ممكن ادون فيه الملاحظات اللي هو اسمه الوان نوت. وللعلم لما بتنزلوا الاوفيس بينزل معاه الوورد والباور والاكسل والاكسس والاوتلوك والوان نوت، دول بس اللي بيكونوا نازلين، دول بس اللي بيكونوا نازلين، اما الباقيين انت اللي بتنزلهم، بتنزل كل برنامج لوحده، بتنزل كل برنامج لوحده. مش عايز دلوقتي. طيب مايكروسوفت فورم اللي هو زي الجوجل فورم، زي الاستماره، انا ببعت لك استماره املي جواها البيانات بتاعتك، ببعت لك استماره لامتحان معين، لتست معين، بعمله برضو عن طريق مايكروسوفت فورم. طيب بروجكت خاصة بالمشاريع اللي هو دراسات الجدوى والإحصاءات والرسوم البيانية، اللي هو اسمه مايكروسوفت بروجكت. طيب الانفو باس حاجة كده زي الاكسس، بعمل بيه قاعدة للعملاء، قاعدة بيانات خاصة بالعملاء. طيب الشير بوينت بقدر انشئ من خلاله موقع ويب، ويب براوزر، يعني زي جوجل كده ممكن اعمل من خلال برنامج اسمه شير بوينت. طيب احنا حاليا شغالين على الزوم، في حاجه زي الزوم بس تبع شركه مايكروسوفت اسمه مايكروسوفت تيمز، اللي هو التعلم عن بعد. طيب لو عايز اعمل غلاف كتاب او مطويه، في برنامج اسمه الببلشر، اهو مايكروسوفت ببلشر، من خلاله بيعمل لي بس اغلفة الكتب. ادي المقاسات عندي، ممكن من خلاله اعمل مطوية واعمل اغلفة كتب. أو. لاحظوا ان في جزء كبير نفس الاستخدام هو هو. طيب في برنامج بيساوي الببلشر بس تبع شركة ادوبي، اللي هو الان ديزاين، الان ديزاين. طيب عندك برنامج اسمه الفيزو، الفيزو بعمل بيه دوائر كهربية، الفيزو بعمل بيه دوائر كهربية. شوفوا بس موجود عندي ولا لا، للأسف مش متحمل عندي. الفيزو بعمل من خلاله دوائر كهربية. طيب البلانر حاجة مختصة أكتر بالتخطيط. طيب الريموت بيحول معاك التليفون إلى جهاز تحكم عن بعد، زي مثلا ريموت التكييف، فده جهاز تحكم عن بعد.
ممكن انا اتحكم في التكييف عن طريق التليفون بتاعي، عن طريق برنامج معين. طيب اللانس اللي هو الماسح الضوئي، يعني لو عندي حاجة كاتبها بإيدي وعايز أعملها كبي دي إف فبصورها كصور، فبعملها ببرنامج اسمه الماسح الضوئي اللي هو السكانر. طيب الاسكاي بي دي من خلاله بعمل مؤتمرات واجتماعات، اللي هو كأني بعمل زي هعمل ميتنج، انا هعمله مش على زوم، هعمله على سكاي بي. طيب الوان درايف ده برنامج بخزن من خلاله الملفات عن طريق الانترنت، بخزن من خلاله الملفات عن طريق الانترنت. طيب الجروف برضو بيساوي الجيميل وبيساوي الاوتلوك، من خلاله بقدر اعمل ايه؟ من خلال جروف بقدر ارسل دعاوي، ارسل رسائل بريد الكتروني زي الجيميل وزي الاوتلوك. طيب انا دلوقتي لو بعت لك فيديو مسجل، طيب ايه اللي يمنعك ان انت تبعت الفيديو ده لحد تاني؟ ما انت هتبعته. انا ممكن اربط الفيديو بالاي دي بتاعك، بالاي دي بتاع الجهاز، بحيث ان انت لو حبيت تحطه على اي جهاز ثاني مش هيتحط معاك، عن طريق برنامج اسمه الستريم، بيحافظ على الفيديوهات، بيحافظ على حقوق الطبع والنشر. طيب برنامج اسمه اكستشينج سيرفر، حاجه كده زي الكليندر، الاجنده زي التقويم، خادم بريد، بريد الكتروني وخادم تقويم. طيب سوي برنامج ويب للعرض التقديمي، يعني البرزنتيشن بتاعي ممكن احوله الى صفحة ويب عن طريق برنامج اسمه السوي. طيب لحد الآن هي دي الأساسيات المفروض الناس تكون عارفاها. تمام، أول جزء معانا اسمه أساسيات الكمبيوتر. الكمبيوتر بينقسم إلى هاردوير وسوفتوير. هاردوير من اسمها هارد يعني صلب، الحياة اللي بقدر أمسكها بإيدي، الجزء الملموس زي لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح هل بقدر امسكها بايدي ولا لا؟ طيب الشاشة بقدر امسكها ولا لا؟ الهارد بقدر امسكه ولا لا؟ المروحة، الطابعة، الماسح الضوئي، البروسيسور او المعالج، الماوس او الفارة، الرام، الروم، المذر بورد. الحاجات الصلبة اللي بقدر امسكها بايدي فهي هاردوير اللي هو الاجهزة. طيب السوفت وير هي الحاجات الغير ملموسة، من اسمها سوفت يعني حاجات ما بقدرش امسكها بايدي. هل البرامج اللي موجودة على الاجهزة بقدر امسكها بايدي؟ لا. طيب هل نظام التشغيل نفسه بقدر امسكه بايدي؟ برضو لا. السوفت وير بينقسم الى برامج وانظمة تشغيل. الحاجات الغير ملموسة هي سوفت وير، اما الحاجات الملموسه اللي بقدر امسكها بايدي فهي هاردوير. طيب انا بستخدم الكمبيوتر في الشركات، في الاغراض العمليه والعلميه، في البحث العلمي، في الفضاء، وسيله اتصال بالصوت والصوره، هعمل من خلاله رسم هندسي، رسم بياني، تعليم، ترفيه، العاب، ده كلها استخدامات من استخدامات الكمبيوتر. طيب اي حاجة بتدخل لي بيانات وبتخرج لي معلومات في النص بيحصل لي لها عملية معالجة للبيانات فهي جهاز كمبيوتر، input او output processing. طيب اللاب بدخل له بيانات؟ طيب بدخل له بيانات عن طريق ايه؟ عن طريق لوحة المفاتيح او عن طريق الفارة. طيب مين المسؤول عن اظهار المعلومات دي؟ هي الشاشة. الشاشة بالنسبة لي بتخرج لي المعلومات. طيب ما بين الاتنين في النص بيحصل لهم عملية بروسيسنج او معالجة. طيب الناس تشارك معايا، زي ايه تاني انواع من انواع اجهزة الكمبيوتر؟ حاجة بدخل لها بيانات وبتطلع لي معلومات وفي النص بيحصل لي لها عملية معالجة، زي ايه؟ يا ريت كل الموجودين يشاركوا معايا. باشمهندس السلام عليكم. يا باشمهندس عليكم السلام يا هندسة. ازي حضرتك؟ باشمهندس لو خدنا مثلا بالنسبه للي هي الكريدت كارد مثلا، الماكينه مثلا لما الواحد مثلا بيجي لها مثلا اذا في اي عميل داخل وبده يخصم مثلا
اشترى اي شيء من الماركت، فطبعا بيجي يحط الكريدت كارد، فبعطي له المعلومات، بعطي للماكينه نفسها انه مثلا عايز اخد 30 اي مبلغ بالمقابل المواد اللي هو استهلكها. تمام يا هندسه، المكن الفوري. تمام. دي حاجه يا باشمهندس. الحاجه الثانيه بالنسبه الغرفه بتاع الطيران يا باشمهندس، يعني مثلا بالنسبه لكابين الطيران، لما بيجي الطيار بيدي اوامر في الكابينه، بيديها للجهاز اللي موجود عنده على اساس ان هو يعمل عمليه اقلاع او بيعمل عمليه هبوط. تمام يا هندسه، تمام جدا. مش عارف يا باشمهندس ان كان الكلام ده مظبوط او لا. لا مظبوط، شكرا جدا. طبعا زي ما قال الباشمهندس ان جهاز الكمبيوتر بيختلف من مكان للتاني، يعني الاي تي ام اللي هي الماكينه اللي احنا بنصرف منها المرتبات بتاعتنا، فدي برضو جهاز كمبيوتر. الاله الحاسبه جهاز كمبيوتر، اللابتوب جهاز كمبيوتر، التابلت جهاز كمبيوتر، الايباد جهاز كمبيوتر، التليفون اللي احنا ماسكينه جهاز كمبيوتر، التكييف بالنسبه لي هو جهاز الكتروني الي برضو جهاز كمبيوتر. ليه؟ بدخل له بيانات بيخرج لي معلومات، وفي النص بيحصل لي ليها عمليه بروسيسنج او معالجه. دي كلها انواع من انواع اجهزه الكمبيوتر. طيب تعالوا نبدا مع بعض نتكلم، عايزين نعرف بدا ازاي اصلا جهاز الكمبيوتر، او الكمبيوتر عموما بدا ازاي او بدا امتى. طيب الاول اللي اخترعه العراق. العراق العراق حضارة بابل. اول حاجة اخترعوها عشان يحسبوا بيها هو كان العداد. العداد ده اول جهاز كمبيوتر في التاريخ. ليه؟ عشان خاطر يستخدموه في الحساب سنة 2400 قبل الميلاد. طيب عملوا ده ازاي؟ جاب رسم خطوط على الرمل، يعني جاب عندي الرمال او الصحراء، رسم مجموعة خطوط وحط في الخطوط دي حصى اللي هو الزلط، وعن طريق الزلط ده ابتدى يحسب. ده كانت حاجة مانوال، حاجة يدوي، لأن ما كانش عندهم معدات يقدروا من خلالها إن هم يستخدموا عملية الحساب. فكانوا رسموا خطوط على الرمال وحطوا في الخطوط دي حصى أو زلط، من خلالها ابتدوا يحسبوا. طيب حلو خالص. هل نظام العداد ده موجود لحد دلوقتي؟ موجود، يعني حتى في الحضارة اليونانية لسه موجود. يعني البداية كانت حاجة بسيطة صغيرة كده. جاء بعد كده عمل ايه؟ عمل آلة. الآلة دي عايز من خلالها يحسب المواقع الفلكية. المواقع الفلكية. بالفعل اخترع آلة قدر من خلالها يحسب المواقع الفلكية. طيب جه بعد كده في القرن الثالث، دخلنا بقى على الصين. الصين عملوا عربة ثنائية العجلات، فاكرين الهكسوس؟ الهكسوس عملوا اللي هو العجلة الحربية، حاجة شبهها كده، عربة ثنائية العجلات. ليه؟ عشان خاطر يستخدموها كبوصلة. استخدموها كبوصلة. لما مثلا بنلاحظ في السفن الكبيرة في زي اللي هي العربة بالخشب كده، وانا بستخدم العربه دي كبوصله، من خلالها بقدر اغير الاتجاهات الخاصه بالسفينه. فدي كانت حاجه من خلالها برضو بستخدمها للحساب. طيب اخترع بعد كده ايه؟ اخترع حاجه اسمها العداد الصيني. طيب دخل بعد كده عمل اداء من خلالها برضو يحسب حساب فلكي. دخل على العصر الاسلامي. في العصر الإسلامي إبراهيم بن يحيى وأبو الريحان الفيروني اخترع جهاز من خلاله أقدر أرصد الأجرام السماوية. اخترع أجهزة أو جهاز من خلاله أرصد الأجرام السماوية. طيب احنا حاليا في العصر الإسلامي. جاء بعد كده ابن موسى، وجاء بعد كده يعقوب بن إسحاق، ابتدوا من يعملوا ادوات من خلالها بقدر انشئ، بقدر احسب. علماء الرياضه، علماء الرياضه
ابتدوا يحسبوا ازاي زمان؟ انا عالم رياضة، زمان كانوا بيحسبوا ازاي؟ كانوا عن طريق الحاجات البسيطة، الحاجات البدائية، يعني زي ما قلنا في الاول زي الرمال كده، وزلط عن طريق الزلط ابتدى يحسب. مع الوقت ابتدى يدخل في علم التعمية اللي هو تطوير وتحليل البيانات. طيب ثم بعد كده طبعا مفيش حد ما يعرفش علم الخوارزميات. الخوارزميات اللي هو اخترعه محمد ابن موسى الخوارزمي. طيب جينا بدأنا بعد كده مع أول عالم رياضة اخترع جهاز ميكانيكي من خلاله بقدر أعمل إيه؟ أعمل عملية الحسابات. طيب جينا بعد كده بقى ابتدى يظهر عصر البرمجة، ابتدى يظهر عصر البرمجة. في عالم اسمه باسكال، طبعا محدش يعرف، محدش هيقول لي أنا معرفش باسكال، ده عالم مشهور. اخترع آلة حاسبة من خلالها بقدر أعمل عمليات الجمع والطرح. يعني الآلة الحاسبة زمان كانت بتعمل لي إيه؟ جمع وطرح بس. جه بعد كده عالم اسمه لوبينز، هي الآلة الحاسبة بتعمل جمع وطرح، أنا ممكن أستخدم حاجة تانية؟ أه، بتعمل قسمة وضرب، قسمة وضرب. بالآلة الحاسبة في الأول كانت بتعمل عمليات الجمع والطرح، ثم بعد كده بتعمل عمليات القسمة والضرب. في الأول كان باسكال، ثم بعد كده العالم ليبنس. طيب جه بعد كده عالم اسمه كاكوارد، العالم ده اخترع آلة بستخدم في عملها البطاقات المثقبة. طيب من خلال عصر العالم جوزيف كاكوارد ابتدت تظهر فكرة البرمجة اللي هو باستخدام الحاسب، باستخدام اللي هو الباينري، اللغة الثنائية. اللغة اللي بيتعامل بها جهاز الكمبيوتر هي النظام الثنائي أو الباينري. جه بعد كده دخلنا على العالم باباج، ونركز على الاسم ده كويس، إن هو الجد الأول للحاسبات، هو اللي اخترع جهاز الكمبيوتر في الصورة اللي احنا عارفينها دلوقتي، بس ما قدرش يكمل. جه كمل بعده، كمل بعده اللي هو نيومان، إن هو بداية من العالم باباج ابتدى يظهر الذاكرة، ابتدى يظهر البروسيسور أو المعالج. جه بعد كده نيومان كمل العصر بتاعه، هو اللي ابتدى يحط فكرة النظام الثنائي اللي هو الباينري احنا عارفينه لحد دلوقتي. طيب جهاز الكمبيوتر مر بعدة أجيال، يعني بعد نيومان جهاز الكمبيوتر مر بعدة أجيال. طيب الجيل الأول استخدم فيها اللي هو لغة الآلة اللي هي الباينري. جهاز الكمبيوتر زمان كان عبارة عن جهاز ضخم، الجهاز زي كان عبارة عن عدد كبير من الأسلاك، أكتر من مليار أو مليون سلك. عدد الأسلاك الكبيرة كان بيتولد عنها كمية حرارة كبيرة، يعني جهاز الكمبيوتر كان ممكن بالظبط يوصل لعشرة متر جهاز الكمبيوتر لوحده. زي ما قلنا جهاز الكمبيوتر في البداية كان عبارة عن جهاز ضخم، جهاز يعني كان ممكن يوصل لعشرة متر، يعني هوريكم شكله في الأول أهو، ده كان الحجم بتاعه، ده حجم جهاز الكمبيوتر في الأول أهو، ده الحجم الضخم بتاع جهاز الكمبيوتر، هو ده جهاز الكمبيوتر؟ أه، دي صورة أول جهاز كمبيوتر تم اختراعه في التاريخ. طيب جهاز ضخم زي ده أكيد هتطلع عنه كمية حرارة ضخمة، لأن كمية الأسلاك اللي فيها تكون كتيرة. طيب حجم زي ده أو جهاز زي ده أكيد بيكلف، فالتكلفة كانت عالية. طيب الجيل الأول كانت من سنة 45 لسنة 51،
جي بعد كده من 52 ل 60 ابتدى يطور من جهاز الكمبيوتر، بدل ما هو كان ضخم بالشكل ده يحاول يقلل الحجم، فلما قلل الحجم هتلاقي كمية الأسلاك بتقل، فكمية الحرارة المتولدة بتقل كمان معاك أهو بالشكل ده. واستخدم حاجة اسمها إيه؟ الترانزستور، اللي هو بيكون حجمه صغير وسرعته كبيرة. جه في الجيل الثالث من 61 لحد 69 ابتدى يستخدم الدوائر المتكاملة بدل من الترانزستور، وأجهزة الكمبيوتر ابتدت تكبر أسرع. بدأ من خلال الجيل الثالث أنظمة التشغيل اللي هو الأوبريشن سيستم، أنظمة التشغيل ابتدت تظهر بداية من الجيل الثالث، يعني حتى التليفونات ابتدت تظهر من الجيل ده. جه في الجيل الرابع، الجيل الرابع اللي هو من سنة 70 لحد 90 ابتدى يظهر اللاب، لابتوب اللي هو الأيباد التابلت ابتدى يظهر من سنة 70 لحد 90. أنظمة التشغيل، بدل مثلا ما كانت نظام تشغيل ويندوز 1 بيجي 2 بيجي 3 بيجي 4 بيجي اكس بي، فابتدى يتطور. جاء في الجيل الخامس لو من سنة 91 لحد دلوقتي ابتدى يستخدموا أجهزة الكمبيوتر في جميع مجالات الحياة، وأنظمة التشغيل ابتدت تتطور، يعني من اكس بي بقت 7، ومن 7 بقت 8، ومن 8 بقت 10، ومن 10 بقت 11 ده اللي هو الويندوز. ابتدى يظهر نظام اللينكس اليونكس، دي كلها أنظمة تشغيل ابتدت تظهر معايا. طيب زي ما اتكلمنا هنا على انواع اجهزه الكمبيوتر، اللي هو الحاسوب الشخصي والكمبيوتر الافقي والراسي والمحمول والدفتري. الحاسوب الشخصي اللي هي حاجه شخصيه خاصه بي انا، الكمبيوتر الافقي بتلاحظ ان الكيسه نفسها افقيه، الكمبيوتر الراسي الكيسه نفسها راسيه جايه بالطول، الدفتري اللي هو عامل زي الدفتر زي حاجه كده زي اللابتوب بس على اصغر، المحمول اللي هو اللابتوب، المحمول باليد اللي هو التليفون اللي احنا ماسكينه دلوقتي، كمبيوتر الكفي اللي بيكون على كد حجم كفة الايد، كمبيوتر المساعد الشخصي ده بيستخدمه اللي هو البيزنس مان اللي هو رجال الاعمال، كمبيوتر محطة العمل بيكون موجود في الشركات الهندسية زي مثلا شركة مية شركة كهرباء، اللي هو متحكم في المشين او الالات الموجودة عندك. الخادم بيكون عبارة عن جهاز رئيسي متحكم في جميع في أجهزة كتير عندك، يعني عن طريق الجهاز الرئيسي دي ممكن أفتح الأجهزة كلها، ممكن أقفل الأجهزة كلها. يبقى مين الجهاز الرئيسي المتحكم؟ هو ده الخادم، هو اللي بيخدم على كل عندي زي الراوتر كده، عن طريق الراوتر بقدر أفتح أكتر من تليفون، يعني أنا عايز أفتح الواي فاي ممكن أفتحه على 10 تليفونات 20 تليفون 40 تليفون، بس مين الجهاز الرئيسي مين اللي بيخدم على كله؟ هو الخادم اللي هو الراوتر. طيب المركزي والفائق دي يعتبر أجهزة كمبيوتر ضخمة جدا ضخمة جدا، مش هتلاقيها غير فين؟ غير في الشركات الضخمة زي شركة مايكروسوفت شركة جوجل شركة هواوي، الشركات الضخمة هي اللي هتلاقي فيها المركزي والفائق. طيب عندك حاجة اسمها الحاسوب الشخصي، يعني ايه الحاسوب الشخصي؟ يعني حاجة شخصية، حاجة أنا بقدر أمتلكها، يعني شخص واحد بس بيستخدمها، زي المكتبي زي الديسكتوب اللابتوب التابلت الأيباد الهاتف المحمول، دي كلها حواسيب شخصية حاجة خاصة بيا أنا بس. طيب الأجهزة المحمولة الرقمية، يعني ايه محموله رقميه؟ اللي انا بقدر امسكها بايدي زي ايه؟ ادي المساعد الشخصي ده شكل التليفون كان زمان، ده اللي هو جهاز التليفون اجهزه اللي هي السامسونج، بعد كده ظهر السمارت اللي هو ظهر الاوبو ظهر الهواوي وظهر الايفون، ومشغل وسائط المتعدد اللي هو زي كمثال اللي هو ريموت التكييف. ريموت التكييف جهاز محمول رقمي؟ ايه معنى كلمة جهاز محمول رقمي؟ يعني حاجة بقدر امسكها بايدي، حاجة بقدر امسكها بايدي. طيب
أي جهاز كمبيوتر بيتكون من عدة مكونات أساسية، إيه مكونات أي جهاز كمبيوتر؟ أول حاجة اللي هي السيستم يونت أو وحدة النظام اللي هي الكيسة، يبقى الكيسة هي مكون من مكونات جهاز الكمبيوتر. أهي أدي شكل الكيسة، الكيسة دي اللي بحط جواها كل المكونات الأساسية لأي جهاز كمبيوتر. طيب المكونات اللي بتتحط في الكيسة مين اللي بيمسكها؟ المذر بورد او اللوحه الام دي اللي بثبت عليها المكونات الاساسيه، ودي اللي بربط بيها جميع المنافذ اللي هو منفذ اليو اس بي، منفذ الانترنت، كله بيتربط فين؟ باللوحه الام اللي بثبت عليها كمان اللي هو البروسيسور المعالج، بثبت عليها كارت الصوت، كارت الشاشه، وهكذا. ده اللي هو لوحه النظام، يبقى الوحده اللي بخزن جواها المكونات الأساسية لأي جهاز كمبيوتر. أما المكونات اللي موجودة جوا لما أجي أثبتها فبثبتها على المذر بورد أو لوحة النظام. أدي شكل اللوحة بالشكل ده، أدي شكلها، وأدي المنافذ، منفذ متسلسل متوازي. هنعرف أنواع المنافذ دي بالتفصيل. يبقى عندي وحدة النظام ولوحة النظام. عندك حاجة اسمها وحدة المعالجة المركزية أو السي بي يو اللي هو السنترال بروسيسنج يونت. أدي شكل السي بي يو أهي، ده البروسيسور أو المعالج. طيب مسؤوليتها أو وظيفتها إيه؟ هي مسؤولة عن العمليات الحسابية والعمليات المنطقية. يعني لما أجي أفتح الآلة الحاسبة وأجي أحسب 1 + 1، الناتج اللي هيطلع من المسؤول ان هو يطلع لي 2، الناتج هي السي بي يو. يبقى هي مسؤوله عن العمليات الحسابيه. طيب الحركه اللي بعملها داخل جهاز الكمبيوتر، بنشئ مجلد، بدخل على عزيز بي سي، بفتح ملف، بفتح باوربوينت، بفتح زوم، اي عمليه بعملها برضو المسؤول عليها ايه؟ السي بي يو. يبقى السي بي يو هو مسؤول عن العمليات الحسابيه والمنطقيه. طيب الملفات الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر أخزنها فين؟ أخزنها على هارد ديسك أو القرص الصلب. طيب معلش لحظات كده هكون معاكم. طيب معلش نكمل. أدي شكل الهارد، الهارد بيكون بالشكل ده اهو. الهارد ده اللي هو لو جينا ادينا مثال عليه في التليفون زي ايه؟ زي الكارت الميموري، زي ايه تاني؟ زي الفلاشه، زي السي دي. دي وحده تخزين، وحده تخزين اهو. يبقى وحدات التخزين زي الفلاشه، زي الهارد، زي الكارت الميموري، زي السي دي، زي جوجل درايف. وحدة تخزين، وحدة تخزين انا بخزن جواها الملفات والمجلدات الخاصة دي. الحاجات دي كلها بتتخزن فين؟ في الهارد ديسك. اول ما ادخل على عزيز بي سي كل الكلام الموجود دي كله ده متخزن فين؟ متخزن في الهارد ديسك. طيب عندك الذاكرة، يعني ايه الذاكرة؟ الشاشة اللي عندك دي علشان تشتغل بالجودة دي او بالاداء اللي انت شايفه لازم يبقى ليها كارت. الصوت نفسه انت سامعني ازاي؟ عن طريق كارت. الفيديو لو هعمل فيديو اسمع اهو، لو عندي فيديو معين مسجله وعايز اسمعه، فالفيديو او ظهور الصورة داخل الفيديو ليها كارت. اي حاجة بعملها ليها كارت. الشاشة ليها كارت شاشة، برضو كارت الشاشة ده مسؤول عن الجرافيك. يعني كل اللي انتم شايفينه بجهاز الكمبيوتر كله ده شغل جرافيك، مين المسؤول عليه؟ كارت الشاشة. طيب وحدات الادخال ووحدات الاخراج دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه؟ وحدات الادخال اللي من خلالها بدخل البيانات فقط. ايه في جهاز الكمبيوتر بيدخل البيانات بس؟ يعني مش بيخرج ليا المعلومات. ادخال بيدخل بيانات بس، اخراج بيخرج ليا المعلومات. طيب حد يقول لي مثال على وحدات الادخال ومثال على وحدات الاخراج؟ يا ريت الناس تشارك معايا.
تفضل يا هندسة. باشمهندس محمد الشرقاوي، تفضل يا هندسة. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام يا هندسة. بالنسبة لإدخال الكمبيوتر يا باشمهندس وال بس هندسة خلي بالك، قال لك وحدة يعني حاجة مصغرة. ها يعني لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح بدخل من خلال البيانات، هل لوحة المفاتيح بيظهر عليها المعلومات؟ لا. طيب عايز أمثلة تانية زي لوحة المفاتيح، حاجة بدخل من خلال البيانات بس. الماوس، الماوس من خلاله بدخل البيانات، طب هل بيظهر ليا المعلومات؟ برضه لا. طيب الماسح الضوئي بدخل من خلاله البيانات، اللي هو لما بتحط الورقة بتاعتك بتلاحظ إن في شعاع ليزر بيمر على الورقة، فده كده بيجري ليا البيانات. طيب الكاميرا وحدة إدخال، ليه؟ لأن هي بتدخل الصورة بتاعتي. طيب الميكروفون وحدة إدخال، لأن بدخل من خلالها الصوت بتاعي. طيب الشاشة وحدة إخراج، لأن هي بتخرج لي المعلومات. طيب الطابعة وحدة إخراج، عشان بتخرج لي المعلومات بتاعتي. طيب لو جينا اتكلمنا على السماعات، بتخرج لي الصوت، كده وحدة إخراج. طيب الشاشة اللمس، إدخال ولا إخراج؟ الشاشة اللمس بدخل من خلالها البيانات وبتخرج لي معلومات، فوحدة إدخال مع وحدة إخراج. طيب الراوتر برضو إدخال وإخراج، ليه؟ لأن بدخل من خلاله بيانات عن طريق اللي هي أشعة، أو عن طريق اللي هو التيارات الكهربائية اللي بتمر في الأسلاك، وبيخرجها لي في صورة إنترنت. ده القصد من وحدة الإدخال ووحدة الإخراج. وحدة إدخال بتدخل لك البيانات بس، لكن مش بتظهر المعلومات. أما وحدة الإخراج بتخرج ليك المعلومات، لكن مش بدخل من خلالها بيانات. هاي أمثلة عندك. الكيسة، أدي مكونات الكيسة دي كلها من جوه، ده كارت الفيديو أهو، ده اللي هي المروحة، أدي الباور سبلاي اللي بيمد الجهاز بالطاقة، دي المروحة اللي بتعمل تهوية للمكونات اللي من جوه، لأن الكيسة بتكون متغطية، فلازم يبقى في حاجة بتهوي المكونات اللي من جوه، اللي هو إيه؟ المروحة. ده الهارد ديسك قرص الصلب، ده اللي هو الاوبتيكال درايف اللي انا بحط فيه الاسطوانات بتاعتي، دي الشاشه، ده الرام، ده البروسيسور او المعالج، ده شكل الطبعه، ده الرام، ده السي بي يو، ده الهارد ديسك، ده كارت الفيديو. نفس القصه، ادي شكل الفاره، دي السماعات، ادي الشاشه، دي لوحه المفاتيح، دي عصا التحكم خاصه بالالعاب، دي محرك قرص المرن بتاع زمان، ده السي دي، ودي العلبة نفسها بتاعت النظام، دي برضو الشاشة، ده اللي هي الاسطوانات، الطبعة، لوحة المفاتيح، الفارة، ده شكل الراوتر، السماعات، وهكذا. طيب لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ طيب اخر جزئيه نتكلم فيها النهارده، منافذ الادخال والاخراج. منافذ الادخال والاخراج يعني منفذ، المنفذ اللي بحط من خلاله اللي هي الوصله، الكابل، دي كلها اشكال لمنافذ، دي كلها اشكال لمنافذ. لو بصيت على الكيسه من ورا هتلاقي في منفذ بالشكل ده، وهتلاقي في منفذ بالشكل ده. الكيسة من ورا في منفذين، منفذ خشن السنون بتاعته مدببة، ومنفذ ناعم السنون بتاعته خفيفة. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ المنفذ ده المدبب اللي هو اسمه المتسلسل، اما الناعم اسمه المتوازي. طيب المتسلسل بتلاحظ ان في عندك كابلات، الكابلات دي بتدخلش غير في المنفذ المتسلسل بس. الحاجه اللي بحطها في المنفذ المتسلسل لو حبيت ارسل بيانات من خلالها هتلاقي البيانات ضعيفه جدا. طب علشان يحل المشكله اللي في المنفذ المتسلسل اخترع المنفذ المتوازي. المنفذ المتوازي
سرعة نقل البيانات أسرع من المنفذ المتسلسل. يبقى المنفذ المتوازي والمتسلسل، المتسلسل السنون بتاعته مدببة أو خشنة، أما المتوازي السنون بتاعته ناعمة أو سوفت. طيب في كابلات هتدخل معاك في المنفذ المتسلسل وفي كابلات في المنفذ المتوازي. هتلاحظ إن كابل الشاشة لقيت تقريبا منفذ متوازي، منفذ متوازي اللي هو الكابل الأزرق. في بعض لوحة المفاتيح أو الماوس الكابل بتاعهم بتاع زمان، تلاقي لوحة مفاتيح وماوس قدام شوية، تلاقي اللي هو المنفذ بتاعهم متسلسل وفي اللي المنفذ بتاعهم متوازي. الحاجة اللي في المنفذ المتوازي بتكون في نقل البيانات أسرع من اللي موجودة في المنفذ المتسلسل. طيب المنفذ زي ده طبعا كلنا عارفين اللي هو اليو اس بي، اللي هو مختص طبعا كلنا معانا تليفونات. وصلة الشاحن نفسها هي منفذ يو اس بي. دلوقتي لوحة المفاتيح والماوس ابتدوا يظهروا في الحياة الحديثة كلها بقت منافذ يو اس بي. المنفذ هو المكان اللي بدخل فيه الكابل، من اسمه منفذ إدخال وإخراج، يعني بدخل في الكابل وبخرج منه الكابل، يعني هو المسؤول عن إدخال البيانات وإخراج المعلومات. طيب منفذ الشبكة ده اللي هو بحط فيه كابل الإنترنت. منفذ الشبكة اللي هو مختص بكابل الإنترنت. كابل الإنترنت لو عايز أحطه بحطه فين؟ بحطه في منفذ الشبكة. يبقى الفرق ما بين الأربعة دي منفذ متسلسل ومنفذ متوازي ومنفذ متسلسل شامل اللي هو اليو اس بي. يو اس بي هي اختصار يونيفرسال سيريال باس، وركزوا على الاختصارات لان ساعات بتيجي في الاختبارات الدوليه. ومنفذ الشبكه عندك ذاكرتين، ذاكره اسمها الرام وذاكره اسمها الروم. الرام والروم. طيب الرام هي اختصارة الراندم اكسس ميموري، والروم هي اختصارة الريد اونلي ميموري. الرام هي ذاكرة مؤقتة مؤقتة ومسؤولة عن القراءة والكتابة. يعني القراءة والكتابة، فاكرين السي بي يو هي مسؤولة عن العمليات الحسابية والمنطقية. مين اللي بيستقبل العمليات دي؟ هي الرام. طيب مين اللي بيستقبل البيانات والبرامج؟ هي الرام. مين اللي بيستقبل الأوامر اللي أنا بديها للبرامج؟ برضه الرام. طيب مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ لما أجي أكتب أي بيانات موجودة عندي، أي بيانات بكتبها على لوحة المفاتيح، إيه اللي بيتحكم إن هو يجرى ليا البيانات اللي أنا بكتبها على لوحة المفاتيح؟ هي الرام. طيب البيانات اللي كتبتها على لوحة المفاتيح ظهرت ازاي على الشاشة؟ برضو عن طريق الرام. كل ما الرام كانت اكبر كل ما كان اداء الجهاز افضل واحسن. طيب اول رامة في التاريخ صممت سنة 1960. جهاز الكمبيوتر او جهاز التليفون، التليفون نفسه فيه رامة اسمها LPDDR. في منها الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. كل ما انت طلعت خطوة لقدام كل ما كان السرعة أكبر. طيب الروم زي ما قلنا هي اختصارة الريد اونلي ميموري، دي ذاكرة دائمة يعني بتكون ثابتة داخل جهاز الكمبيوتر ما اقدرش اشيلها. طب دي مسؤولة عن ايه؟ دي مسؤولة عن القراءة فقط، مسؤولة عن القراءة فقط. طيب مسؤولة عن ايه او جواها ايه؟ بتحتوي على البرامج او البيانات الاساسية عشان اشغل جهاز الكمبيوتر. اول ما اشغل اي جهاز كمبيوتر جديد بعمل له نسخة، بتلاحظ ان في حاجات ثابتة موجودة نازلة اصلا مع جهاز الكمبيوتر. مين المتحكمة في ده؟ هي الروم. الروم اصلا مسؤولة عن القراءة بس، هي بتكون اصلا عليها البيانات الاساسية لتشغيل اي جهاز كمبيوتر، هي ثابتة ما بقدرش اشيلها. اما الرام ليها اكتر من حجم.
عشان كده قال لك مؤقتة، يعني ممكن أشيلها وأجيب مكانها حجم أكبر. عندك في 2 جيجا بايت، عندك 4، عندك 8، عندك 16، عندك 32، 64، 128، 164، 256، دي كلها أحجام للرامات. أما الروم هي حجم واحد بس، هذا الفرق ما بين الرام والروم. أنا هكتفي بكده النهاردة إن شاء الله، وبداية المحاضرة اللي جاية هنبدأ في جزء كارت الشاشة إن شاء الله. الحاجات دي كلها هناخدها المحاضرة اللي جاية، وهنفرق ما بين كروت الشاشة كلها بالكامل اللي هو الانتل والاي ام دي، وازاي اجرى كارت الشاشة نفسه. هناخد برضو الفرق ما بين السي دي والدي في دي، الفرق ما بين الهارد اللي هو الاس اس دي والاتش دي دي، والفرق ما بين الشاشات نفسها، انواع الشاشات اللي هو ال سي دي والال اي دي والسي ار تي والبلازما، والاحجام نفسها، ونعرف الفرق ما بين الاجهزة زي الدل والاتش بي واللينوفو وهكذا. طيب ايه اللي بيأثر على اداء الحاسوب ووحدات التخزين؟ هناخد جزء السوفت وير برضو ان شاء الله باذن الله المحاضرة اللي جاية. ده بقية أساسيات الكمبيوتر هنشرحهم بالتفصيل المحاضرة اللي جاية، والمحاضرة اللي بعدها إن شاء الله هيكون أساسيات الإنترنت. يعني المحاضرة الجاية هنكمل أساسيات الكمبيوتر، والمحاضرة الثالثة اللي بعد المحاضرة اللي جاية هناخد أساسيات الإنترنت وجزء من تكنولوجيا المعلومات، والمحاضرة الرابعة هنكمل تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والمحاضرة الخامسة ويعتبر آخر محاضرة معانا في الشرح، آخر محاضرة في الشرح هننشئ فيها سي في على برنامج الوورد، هنتعلم ازاي نعمل سي في على برنامج الوورد، ولو في وقت ممكن نتعلم ازاي نعمل تقارير، ازاي نعمل دعوة، ده إن شاء الله يكون في آخر محاضرة، المحاضرة الخامسة بتاعت الشرح. يعني حاليا خلصنا محاضرة من الخمس محاضرات. بعد الخمس محاضرات إن شاء الله، بعد الخمس محاضرات كل الناس اللي حضرت معانا اونلاين باذن الله يبقى لهم حقيا ان هم يستلموا الشهادات، حقيا ان هم يستلموا الشهادات، وزي ما اتفق معاكم باشمهندس احمد حسام على موضوع الشهادات. زائد بعد كده بالنسبه للاختبارات الدوليه هنبتدي نحل مع بعض حلول الاختبارات الدوليه الخاصه بكل مديول احنا اخدناه. يعني هنحل مع بعض كل حاجه تخص الاختبارات الدوليه الخاصه بالاي سي دي ال، بالاي سي دي ال تيتشر وبالاي سي 3، الثلاثه مع بعض هنحل الاختبارات الدوليه الخاصه بيهم، بحيث ان انت تخلص والثلاثه دول ما تحتاجش ان انت تاخد فيهم كورس ثاني بره. طيب محاضره النهارده فيها اي مشكله بالنسبه للناس؟ اولا انا بعتذر على الدوشه اللي كانت موجوده النهارده لان مش متواجد في البيت حاليا، فبعتذر من الدوشة تاني من الناس، وإن شاء الله يعني المحاضرة اللي جاية يكون الوضع أفضل وأحسن. الصوت كان واضح، الشرح كان واضح، الأمور كانت بسيطة ولا كان فيها مشكلة؟ طيب أتمنى إن الحضور يكون أكتر من كده. خلاص العيد خلص، رمضان خلص، اتمنى الناس تحاول على قد ما تقدر تستفاد، تحاول على قد ما تقدر تحضر، تحاول على قد ما تقدر تراجع على كل حاجه هي اخذتها. اللي ما سلمش المشاريع الخاصه بالوورد والباور والاكسل يحاول يسلمها، عشان خاطر تاخد الشهاده مطالب منك 4 مشاريع، وورد، باوربوينت، اكسل، اكسس، 4 مشاريع، زائد تكون دخلت الامتحانات اللي انا عملتها في الاول اللي هي اساسيات الكمبيوتر والانترنت. تمام؟ ان شاء الله هحدد الميعاد وابلغكم، يعني احتمال ان شاء الله احتمال تبقى يوم ال احتمال الاحد اللي هو بعد بكره، بعد بكره تبقى تبقى الساعة إن شاء الله 7، تبقى بالليل الساعة 7، عشان بس أنا مرتبط بمواعيد كورسات، فأنا بعتذر من الناس،
احتمال تكون بعد بكرة الساعة 7، وأغلب الكورسات بعد كده وأغلب المحاضرات كلها تكون الساعة 7 بعد كده، إلا الجمعة بس هتكون 5.